السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بجاية لنقف على العملية تاع افتتاح مسجد ابن خلدون. هذا المسجد يعني الذي يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 10 قرون مضت، واللي بقي 3 قرون مغلوق، يتم افتتاحه هذه السنة في مدينة بجاية في قلعة الحمديين بمدينة بجاية، واللي كان يأمه ابن خلدون العلامة المسلم الجزائري الذي عاش في بجاية ودرس فيها. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول العملية تاع الافتتاح نتاع مسجد ابن خلدون الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 10 قرون، والذي عرف كل الأحداث الهامة في التاريخ مدينة بجاية. إذن واللي الآن يتم افتتاحه بعدما كان مغلق لمدة أكثر من 3 قرون إلى يومنا هذا. نخليكم تتابعوا الفيديو حول العملية نتاع الافتتاح نتاع هذا المسجد بعد تجديده وترميمه إذن للمصلين في شهر رمضان هذا. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يرفع الأذان لإقامة صلاة العشاء والتراويح في أعرق مسجد يلامس 10 قرون من الزمن من تشييده. والله غفور رحيم. جامع ابن خلدون التاريخي يفتتح أبوابه من جديد بعد أن أغلقت من طرف الاستعمار الفرنسي سنة 1833. جمع ما شاء الله ما شاء الله كثورة التاريخ نزلنا تحسوا باللي نقلا نقلا دي سيكل سانك سيكل ناش حال سي سيكل ناش قيق بنات ولا فيا صبوار أظفير زي ساكيش في الإحساس الله نزول دايلا ما شاء الله ان شاء الله ما زال تدوم ربك ان شاء الله. هناك تاني سيت اون بوتيت موسكي افيك اون تري غروند ايستوار هي اون نوم انكرويابل بزاف دابري الدرس تاع الشيخ البرومي جور الى ريجيمي صدير ليستوار الجمعيه من بعد ما نزل داي صافي بليزير والله. يعني ذا الجمعيه كسا نمزغويه نبقى نكسا عن التاريخ لوما النار ذا الفرحه نبقى نميك عاودي للدين وسند المصلين بمناسبه صلاه التراويح. ان شاء الله دينا ديوان الخير يثمر في النار ديوان الخير لوما جميعا ان شاء الله. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. عالم من الطمانينه والخشوع بتلاوات هادئه وخاشعه مميزه تأخذ جموع المصلين في رحلة إيمانية مليئة بالسكينة والوقار. من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا المسجد الذي يحكي أزمنة وعصورا منذ 10 قرون يعني، والحمد لله بعدما أغلق مدة 3 قرون حوالي 300 سنة هو مغلق، تم اليوم بحمد الله في الفاتح من رمضان أن فتح هذا المسجد ليواصل رسالته المسجدية ويواصل الصلوات ويواصل إن شاء الله أن يكون معهدا إسلاميا كما كان عليه من قبل. هذا المسجد مسجد عتيق ولديه إرث تاريخي كبير ولديه علاقة روحية مع أبناء بجاية، فرحنا كثيرا بافتتاحه وإعادة النشاط الديني فيه في صلاة التراويح. وأمه كثير من الأئمة قديما من بينهم الشيخ الوغليسي والشيخ ابن خلدون والشيخ أحمد بن إدريس البجائي. الله الجماعة يعطيكم الصحة، هذه بركة ربي يزيكم الحاجة العالية سيمكن ما غدا تقديمين أكون نعيش ربي. بارك يعني جمع ما شاء الله العديث سوتو الشيخ يدوين عديث ملاح. جامع القصبة أقدم مسجد جامع في مدينة بجاية، قلعة من قلاع العلم والمعرفة وحاضنة للمفكرين والعلماء
تقف اليوم شاهدة على منارة دينية صامدة تعاقبت عليها حضارات عدة. هذا المسجد اقترن تاريخه بتاريخ مدينة بجاية، اقترن تاريخه من حيث كل مرة يحدث حدث تاريخي هام في بجاية إلا وهذا المسجد شاهد عليه. أولا وصول الحمديين لمدينة بجاية وبناء قصبة بجاية، وصول الموحدين لوسعوا المسجد، والعصا الذهبي اللي عاشوا هذا المسجد بتوافد عدد كبير من العلماء اللي قراوا فيه وقراوا فيه على شكلة الإشبيلي وابن خلدون وغيرهم من العلماء، إلى سقوط مدينة بجاية سنة 1555 سنة 1510 في يد الإسبان، وتحويل المسجد إلى كنيسة، وعودته بعد ذهاب الإسبان سنة 1555 وعودته إلى حاضنة الإسلام، إلى أن سقطت بجاية كذلك في يد الاستعمار الفرنسي سنة 1833، أين تحول هذا المسجد إلى مستشفى عسكري. اليوم يعني والحمد لله بعد كل هذا التاريخ وكل هذا الزخم التاريخي يتم افتتاح المسجد للصلاة وعودة الأذان إليه، يعني هذا ثاني حدث تاريخي هام. في الوقت القرون الوسطى القصبة ما كانتش برك هنايا، كانت حتى الباب اللوز. المسجد هذا كي جاءوا ليز اسبانيول في 1509 دمروا المدينة، إيزون أدمينستري فقط أن تيير دو لا فيل، سادير هما كانوا داخل سكون أبل لو تريونغل أوتيل، برج موسى، القصبة، و برج سيدي عبد القادر. ابن خلدون يتكلم على واحد العالم اللي كان في الوقت هذاك مفتي وشيخ الجامعة هنا في بجاية، اسمه أحمد بن إدريس. أحمد بن إدريس هو توفى في 1360. عندما ابن خلدون يتكلم على أحمد بن إدريس يقول: شيخي أحمد بن إدريس أحسن عالم مدينة بجاية. هو صرح ديني تاريخي يشع فيه نور النبوة، ويلتئم فيه صف الأمة، ينبعث منه عبق ديننا الإسلامي الحنيف. سيفتح هذا المسجد بإذن الله تعالى لساكنة بجاية والوافدين من السياح إلى بجاية وللجزائريين عامة، فهو مكسب تاريخي لأنه يقص جزءا من تاريخ هذه المنطقة، ويقص ويحمل جزءا من تاريخ الجزائر ككل، حينما نتحدث عن ترسانة هذه الكبيرة من العلماء الذين درسوا ودرسوا في هذا المسجد المبارك. واليوم رانا احنا في السياحة الدينية، وهذا راح يخلي الزوار اللي يجوا حتى الناس اللي تجي راح تصلي يعني في المسجد، حتى تعرف على المكان، الناس اللي ما كانش تعرف على المكان. وحنا اليوم نعمل جاهدين باش ان شاء الله، اليوم فتحنا المسجد ورانا نعمل جاهدين باش ان شاء الله المعلم يعني المعلم القصبة يعاود يفتح الابواب تاعو للجميع، للمواطنين الزائرين لولاية بجاية اللي يجونا من الخارج.